طيب فالكواليتي بتاع اللعيبه يعني انا شايف ما اعرفش يعني اللعيبه عليها دور كبير جدا، لان انا اشوف لعيبه كان ممكن تبقى احسن من كده كتير قوي حتى على المستوى البدني. زي مين يا دكتور؟ يعني انا مش عايز اذكر اسماء عشان مش عايز اخطئ، لكن في لعيبه كان على البدني بدنيا من باب النصيحه ان هم ممكن تكون الكواليتي بتاعتهم كويسه بس بدنيا مش قادر. ليه ما اعرفش. وقبل كده اثبتوا، في منهم من اثبت ان هو مال الدنيا جود. انا مش عايز اذكر اسماء عشان مش عايز احرج حد، لكن في امور كتيره لابد ان اللعيبه تراعي نفسها فيها. ولازم الانديه تراعي اللعيبه وتشوف سلوكياتها ايه. ولازم يبقى اذا كنت بعمل اداء تدريبي جيد بدنيا وفنيا وكذا وكذا، يبقى لازم اعرف سلوكيات اللعيبه دي خارج الملعب ازاي. عشان لما اجي في الملعب ابص الاقي إيه مش باين الحاجات دي عليهم. طيب تسمح لي اقول انا اسمه واتحمل هذه المسؤوليه، بس اسال حضرتك ليه واحد زي حسين الشحات ده كان من نجوم الدوري المصري، نجم كبير مع العين الاماراتي، الاهلي جايبه برقم كبير عشان هو يستحق انه كان يجي النادي الاهلي عشان هو كان لاعب كبير، بس منذ قدومه للنادي الاهلي يعني نادرا لما هتلاقي مباراه جيده لحسين الشحات، ممكن تيجي في النص كده مباراه، بس الطبيعي حسين الشحات لما جه الاهلي هو بقى الاسم اللي هيبني عليه الاهلي لانه لاعب كبير جدا. ليه يعني حسين لغز؟ حسين انا بقول على سبيل المثال عشان ما بقاش اسمه بشخصه. حسين ورانا كره جيده جدا لما كان بيلعب في المقاصه، صح، سواء بيلعب باك يمين او بيلعب باك يمين، صحيح، او لما لعب في العين، في العين كان بيلعب كراس حربه هو والراجل السويدي، صحيح، اللي كان موجود، هما الاثنين كل واحد واخد نص ملعب كده بيشتغل فيه ورامح فيه يمين وشمال وكنترول ومسك وجهد كبير جدا، شفنا في كاس العالم الانديه مع ريال مدريد وعمل، صح، شغل كبير، صح. انا اللي انا شايفه انه قليل كتير بدنيا، معرفش ليه. يعني انت ذكرت الاسم بس انا فعلا حاسس ان هو بدنيا مش هو، مش حسين. حسين عنده كرة كويسة جدا، لكن للأسف الشديد مش قادر يطلعها كلها. في شيء بدني مش كويس، كنتروله على الكرة، الحدة البدنية في التحرك، بحس بعض الأوقات زي الراجل عجوز. معلش أنا متأسف إن أنا أقول الكلام ده، لكن حسين حاجة كبيرة جدا في الكرة طبعا، لازم يراجع نفسه. هو اللي يراجع نفسه، صحيح، مش النادي. كل واحد فينا طبيب نفسه وعارف نفسه، ولازم يبقى عنده صراحة شخصية، نقد ذاتي لنفسه. أنا بعمل إيه خليني مش كويس كده؟ تمرين، في حاجات ممكن في التمرين أحيانا الناس بتزود نفسها، تشتغل في الجيم زيادة، يعمل كذا يعمل كذا. تغذية، حياتي اليومية، حياتي الزوجية، كل الأمور دي لازم يراجع نفسه فيها حسين. لأن حسين أنا أحس إن أنا فرحت لما النادي الأهلي جابه من نادي العين، فرح كبير جدا، صحيح، وهو فعلا اول ما جه ومع فايلر عمل ماتشات كويسه قوي لو تتذكر، صحيح، فايلر لما جه لعب بطريقه ديناميكيه، سواء رمضان لما كان موجود، صحيح، نص الملعب، لعيبه نص الملعب كلها، الديفنس، الفرقه كلها كانت بتادي كوره ديناميكيه جميله جدا متحرره. وحسين على وجه التحديد، حسين كان يسجل مش لازم من الناحيه اليمين اللي هو فيها، كان يسجل في حاجات من الناحيه الشمال، في حاجات عملها كده وسجل لو نتذكر، طبعا مش عايز اذكرها، لكن فهو لازم يراجع نفسه.